صباح الخير مشاهدينا، أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من كوفي بريك. نحن مثل كل تنين منحكي تربية ثقافة عن العيلة، إن شاء الله يا رب مواضيعنا بتنال أعجابكم. حلقتي لليوم مميزة لأنه رح كون عم بستضيف فيها زميلة جديدة لقلنا بكوفي بريك، ماري حبشة. رح أتركها تعرف عن حالها وتصبح عليكم بطريقتها الخاصة. أهلا وسهلا ماري. مرسي كارين، أنا كمان سعيدة جدا اليوم بانضمامي إليك ومشاركتك هالحلقة الحلوة. إن شاء الله كمان نقدر هيك نفيد المشاهدين بمواضيع كمان حلوة ومفيدة. كريت. نحن مثل العادة رح نبلش بقصة وعبرة. قصتنا لليوم بتحكي عن الدكتور ضياء كمال الدين، وهو كبير استشاري الأمراض القلب بلندن ببريطانيا. هالدكتور تم استدعائه للعراق لتكريمه من بعد غياب 15 سنة عن بلده الأم. هو وداخل على قاعة التكريم استوقفوا منظر رجل مسن عم ببيع الجرائد على رصيف الطريق. بيصفن هالطبيب بالرجل وبيرجع بيكمل طريقه صوب قاعة التكريم، بس كل وقت التكريم وراسه مشغول بهالرجل يلي كان موجود على رصيف الطريق. لما نادوا اسمه لحتى يستلم الجائزة بيقوم من مكانه، وبدل ما يتوجه على المسرح لحتى يستلم وسامه بيطلع لبرا خارج القاعة، والعالم بذهول تام انه شو صار معه هيدا الطبيب. بيروح الطبيب وبيوصل لعند الرجل المسن وبيشده بايده لحتى يفوت معه على القاعة. هالرجل بيعطى الهم وبيقول له والله انا ما بقى رح عيدها، مش رح حط بقى جرائد على طرف الطريق، بس اليوم انه خليني ابقى، انا رح انصرف لحالي انه ما تستعمل القوة معي. بيرد عليه الطبيب وبيقول له مشي معي من دون ما ينطق بولا كلمة. بيفوتوا على القاعة وبيطلع سوا على المسرح وبيقول له يا أستاذ خليل ما تذكرتني. بيقول له والله العتب على العمر، أنا ما قدرت أعرف مين أنت. بيقول له أنا تلميذك يلي كنت عندك بالمدرسة بالإعدادية، وكنت أنت عطول تهتم فيني وتشجعني وكانوا علاماتي كتير حلوين، وأنا اليوم بسطت كتير أن التقيت فيك. وبياخده بحضنه وبيعبطه، تنزل هيك دمعة على خده لهالرجل المسن وبيتذكر أيام يلي كان فيها هو أستاذ. بيحتضنه للطبيب وبيقول له ما رح أنسى يوم أني كنت أستاذ لغة عربية لإلك. من بعدها بيقول الدكتور أنه هؤلاء هم الأشخاص يلي بيستحقوا التكريم والتقدير، إنما نحن بجهلنا وتخلفنا استهترنا فيهم، سحبنا منهم كراماتهم. ولدليل لهذا الشيء أنا رح شيل وسامة وأعطيه لهالأستاذ لأنه هو بيستحق التكريم، وحرام نحن هلأ عم نعاني من مشكلة الأساتذة والمشاكل إضرابات والتلاميذ مش عم تتعلم، والأساتذة ببعض الأحيان عم يلجأوا ليشتغلوا شو ما كان لحتى يكونوا عم يقدروا يهتموا بعيالهم وبأولادهم. ما بعرف ماري أنت شو رأيك بهذا الموضوع؟ بالفعل كارين، يعني اللي عم تقولي كتير نحن هلأ بلامس الواقع يلي عم نعيشه للأسف بلبنان. وأنا بشوف أنه مهنة التعليم هي إذا بدك المهنة يلي عن جد يعني ما بتتكافى ماديا، والأساتذة وضع الأساتذة حاليا عن جد شيء بيدعي للأسف مثل ما عم سبق وأشرتي. يعني الأستاذ عم يضطر يشتغل عدة إذا بدك أعمال ليقدر يكون مكتفي. يعني لازم أكيد الحلول، لازم القيام بحلول جذرية. هذا الشيء أكيد مش مقبول. يعني بخبرة شخصية، يعني زملاء لإلي عم يضطروا يشتغلوا شو ما كان. أنا التقيت بأحدهم بسوبر ماركت، حدا عن دكتور بالجامعة اللبنانية قدم استقالته ليشتغل ناطور لأنه اكتشف أنه رح يكون عنده راتب شهري بيقدر على أساسه يكون عم بيقوم بعائلته. هذا واقع مثل واقع كتير عالم. مزبوط، مثل عدة قطاعات بالفعل كارين. يعني
هيدا الوضع عن جد يعني مؤلم انك تسمعي بهيك اشياء، والواحد بس يلمسها. بس كلنا عنا ناس اكيد قريبين منا، زملاء، اهل كمان، يعني بتشوفي اذا بدك مهنة التعليم عن جد هالرسالة السامية. الاستاذ قد ايه بيبذل جهد، قد ايه بيبذل جهد وبيعطي من قلبه، وبيكون اذا بدك هو نادر حياته بهدف تلاميذه. لازم لازم اكيد لازم نعلي الصوت، لازم يصير في تحرك. انا بشوف نحن منتكل على الله انه هيك اكيد باعجوبه بتدخل اكيد الهي توعى هالضمائر وتصير مصلحه الانسان هي الابدى الابدا من هالمصالح الشخصيه والمصالح السلطه، مصالح المصاري او القصص الثانيه اللي بتشغل بال المسؤولين اللي عم يهتموا ببلدنا. بالفعل. انا بضم صوتي لك كمان يا رب. ومن أول فقرة نحن منتقل للفقرة الأولى مع ماري، رح أتركها هي تعرف عنها. فقرتنا هي ميديكال. بهالفقرة حنتناول أمور ومعلومات طبية ونصائح فينا نستفيد منها. موضوع فقرة ميديكال لليوم هو الباروسمية. فقدان حاسة الشم هو أحد الأعراض الأساسية لكوفيد 19 الناتج عن العدوى بفيروس كورونا، لكن حتى بعد التعافي يصاب البعض بالباروسميا أو ما يعرف بتشوه حاسة الشم والتذوق. بيحصل هالاضطراب بس ما تتمكن الخلايا العصبية الحسية من ترجمة الروائح للعقل بالطريقة الصحيحة. بعين المصابين من فقدان بالوزن وقلة شهية، كذلك النفور من العطورات وبعض الأطعمة. أما المدة اللي بيستغرقها المريض للتعافي من هالاضطراب بتختلف من فرد لآخر، فالفترة قد تمتد لأسابيع أو حتى شهور. مين المعرض أكثر للإصابة بالباروسميا؟ أشارت التقارير الأخيرة أن الأشخاص المعرضين أكثر للإصابة بهالاضطراب هن يلي عينوا سابقا بفقدان حاسة الشم والتذوق بشكل حاد أثناء إصابتهم بالكوفيد 19. كذلك يعتبر العمر والجنس عاملين مهمين، فوجد الباحثون وفق دراسة أجريت حديثا أنه 70.1% من المصابين كانوا بعمر 30 وأقل، كذلك 73.5% كانوا من الإناث. أما بخصوص العلاج، فعلى الرغم من عدم وجود علاج معروف، بشوف البعض أنه العلاج بالرائحة قد يساعد. تتضمن هالطريقة شم روائح قوية مثل الحمضيات أو عطور كل يوم لإعادة تدريب الدماغ على تذكر كيفية الشم بشكل صحيح. يعني هيدول المعلومات يلي هلأ موجودين علميا لحالة أو اضطراب ما يعرف بالباروسميا. كارين، بعد ما في علاج نهائي، بس البعض عم بيقول انه بس انت تمرن دماغك اذا بدك هيك يرجع يتعود، يتعود بانتظام، ممكن ساعتها الدماغ يعطي اوردر اذا بدك لانتظام هذه الحركة تتسير بالمسار الصحيح. ونحن من فقرة ميديكال مننتقل لفقرة علم نفس. بفقرة علم نفس لليوم رح نركز على كلمة معليش إذا. يا ماري، قديش فينا نقول معليش إذا ما أخذت كل الأمور على محمل شخصي؟ أوقات منتعب حالنا ومنحمل حالنا هموم وأعصاب وسترس لأنه بعتبر أنه كل شيء صار أنا مقصود شخصيا. يا ريت منقدر نلغي هيدي المعادلة. شو حلو، يا ريت عن جد. معليش إذا ما كنت أحسن واحد، يعني معلش أنا بقصص ببرع فيها واترك مجال لغيري يبرع بأمور تانية. معلش إذا ما طلعت الأول بكل شيء لأنه أنا عندي مجالي بضوي فيه، اترك للآخرين مجالهم لحتى كمان هن يضووا فيه. معلش إذا ما بعرف كل شيء، هيدي فرصة أني أتعلم كل يوم شغلة جديدة. معلش إذا ما الكل بحبوني،
لانه اوقات بحمل حالي بصير بليزر، مش عارفه شو بدي اعمل لحتى انا الكل يكون بحبني، واذا ما حبني بصير اعمل مجهود اكبر واكثر لحتى الفت انتباه هالاشخاص اقول لهم بالقوه بلا بدكم تحبوني. معلش اذا كنت معصب، انه الحياه مش على طول لافي ان روز، يعني اوقات بنعصب، اوقات بنرتاح، اوقات بتكون الامور على ماشيه على ما يرام، اوقات انه بتخبص معنا. معلش اذا ما اعطيت رايي بكل شيء، لانه باوقات كثيره وكثيره الصمت هو ابلغ من اي كلام نحن ممكن نقوله. معلش اذا غلطت، هيدي فرصه لحتى اتواضع، ارجع قوم واتعلم من اول وجديد. معلش اذا منكوت وزعلان والقصص مش عزوة. معلش اذا قلت لا، هون انا بتعلم ارسم حدود للاخرين لحتى اكون عم اعرف اتعاطى معهم بطريقه سليمه وليس بطريقه سامه. معلش اذا اخذنا كل هالمعلومات بعين الاعتبار، لانه من خلالهم اقدر اعرف انه انا مني انسان كامل، اتواضع واخذ كل يوم فرصه لحتى اتعلم انما واتطور. ومن فقره علم نفس بننتقل للفقره التاليه مع ماري، كمان هي بتعرف عنا. بفقره يلي حاتناولها هلا كارين هي اسمها اخر الاخبار، بنتناول فيها مواضيع احداث الساعه واخبار متنوعه من حول العالم. خبرنا الأول لليوم هو إنجاز مترقب من قبل السعودية بقرارها بإرسال أول رائدة فضاء سعودية إلى محطة الفضاء الدولية خلال الربع الثاني من العام الجاري، كذلك برفقة رائد فضاء سعودي حيث حينضموا لطاقم مهمة فضائية بتنظمها سبايس إكس بهدف بناء قدرات وطنية بمجال الرحلات المأهولة للبشرية والاستفادة من الفرص الواعدة يلي بقدمها قطاع الفضاء وصناعاته عالميا. حتنطلق هالرحلة العلمية من الولايات المتحدة الأمريكية باتجاه محطة الفضاء الدولية. خبرنا الثاني لليوم بيتناول الخطة يلي تم تعميمها بلندن لتوفير الطاقة، فلقد كشفت شركة City of London Corporation عن مقترح بطالب سكان العاصمة البريطانية لندن بإطفاء الأضواء ليلا لتوفير الطاقة وخفض التلوث الضوئي، مما بيساعد بتحقيق لتحقيق الهدف المتمثل بالوصول لصفر من انبعاثات الكربون لمنطقة سكوير مايل ككل بحلول عام 2040. نوصل للخبر الأخير معنا لليوم، وهو إعلان السفيرة الأمريكية السابقة لدى الأمم المتحدة نيكي هالي ترشحها لخوض الرئاسة الأمريكية اللي حتحصل بنوفمبر 2024. وبالفيديو يلي نشرته على حسابها بموقع تويتر وأعلنت فيه الترشح، ركزت على موضوع نشأتها وحياتها والتنوع يلي بتمثله كونها من أصول هندية، مما بشكل رسالة للمجتمع الأمريكي يلي عم بيعيش حالة انقسام بالسنوات الأخيرة رغم التنوع الكبير بالمجتمع. هيدول كانوا أخبارنا لليوم بفقرة آخر الأخبار كارين. ومن أخبارك يا ماري نحن رح ننتقل لمعلومة. رح أعمل لك تست سريع سوربريز. أوكي. شو الأشياء يلي نحن ما لازم نحطها بالجلاية؟ عندك فكرة؟ شو الاشياء بركي الكريستال، الاشياء هيك السوفت اللي بتكون هيك عندها تندنس. مزبوط مزبوط. رح نشوف سوا بعض الامور او القصص يلي نحن ما لازم نكون عم نحطهم بقلب الجلايه. اول شغله نحن ما لازم نحطها بقلب الجلايه هي مقال التفال، لانه بس تكون بالجلايه بتقبع عنا هيدا الكوش، ومع الوقت بتبطل بتصير لاصقه، بتبطل مضاده للصق. تاني شغلة نحنا ما لازم نحطها بالجلاية هن القصص الألومنيوم.
يعني الصواني الألومنيوم وغيرهم، لأنه تتأكسد وبتنتزع مع الوقت. ثالث شغلة ما لازم نحطها بالجلاية هن السكاكين، لأنه بس يكونوا بالجلاية ويتعرضوا لضغط المي مع الأمور التانية ببطلوا يقدر يبطلوا يصن يصن يقصوا مثل ما لازم. وبعد شغله نحن ما لازم نحطها بالجلايه هن كبايات الكريستال والامور اللي كثير هيك فين دقيقه بشغلها، كبايات الكريستال والقصص المزخرفه يلي عليها ديزاينز يلي عليها رسومات، كمان هول ما بينحطوا بالجلايه. واخر شغله نحن ما بنحطها بالجلايه هن كل الامور يلي من خشب، لانه بتتشقق وبتطقطق مع الوقت وبيبطل فينا نستعملها مثل ما لازم. وتاني معلومة لقلنا لليوم رح نحكي عن شو هن أبرز المأكولات يلي منصادفهم بإيطاليا حسب البلدان. عنا فقرة بكوفي بريك مع زميلتنا نادين، الفقرة اسمها كل الحق على التليان. صار لي شي 3-4 تجمع أنا بسمع كل الحق على التليان، من هون استفزني أنه يا عمي حتى بالنصاحة، حتى بالنصاحة كل الحق على التليان. رح نبلش بميلان، شو أشهر أكلة عندهم؟ هي الريزوتو. إذا مننزل أكتر شوي ببولونيا راجو البولونيز، وإذا مننزل بعد بفلورنس عنا الشيانتي، وروما عنا البروشيتا، مين ما بيعرفها بروشيتا صارت مشهورة عنا بلبنان، بنابل البيتزا، وبسردينيا السيداس. هلا ما في شيء خفيف، كله بنفسه، كله بنفسه. هلا نادين بس تحضر الحلقه فيك تكوني عم بتصلحي لنا اللفظ، نحن على قد ما بنعرف لفظنا بقى. ومن ثاني معلومه بننتقل لثالث معلومه يلي هو سناك بسيط فينا نكون عم نقوم فيه لاولادنا باوقات هالقعده بالبيت، نحن عندنا الفرصه الشتويه. هلا بهيدا السناك شيء كتير بسيط، نحن بحاجة لموز، حبتين موز أو أكتر، منقصهم بشكل كتير رفيع روندوليت مثل ما عم نشوف على الشاشة، وبتعرف الموز بيتغير لونه، لذلك نحن بحاجة نكون عم نحط له عصرة حامض ونخلطه مع الحامض لحتى ما يكون عم بيتغير لونه ويميل للسواد أكتر. من بعد ما نخلطه بالحامض نحن منحطه على جنب ومنجيب وعاء ومنضيف له 5 ملاعق كاكاو، منضيف عليهم 4 ملاعق سكر، من بعدها منضيف 0.5 ملعقة نسكافيه، 3 ملاعق نشا، 4 ملاعق أو 4 أكواب بلوتو 3 أكواب حليب، ومن بعدها بنخلطهم كتير 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 منيح، منحطهم على النار، منضيف لهم رشة ملح ورشة فانيلا. بس يصيروا على النار منضيف عليهم 150 أو 100 جرام شوكولا ومنخلط لحتى تذوب كل المكونات، ومنتركهم على جنب. بنكون نحن بهالوقت حضرنا القالب، نحن بحاجة لبيركس صغيرة، بنكون عم نحط ورقة نايلون بالكعب ومنصف الموز بطريقة مهضومة مثل ما كمان رح منشوف على الشاشة. ومن بعد ما نخلص من صف الموز بهيدي الطريقة نحن بنضيف الشوكولا على فوق الموز ومنفوتهم على الفريز، أو بلتو قبل ما نفوتهم على الفريزر نحن فينا نعمل شغلة، نكون عم نحط بسكوي على الوجه، بس نحط بسكوي على الوجه منحطهم بالفريزر وبعد فترة منشيلهم منقلبهم على صينية مثل ما كمان عم نشوف على الشاشة. وألف صحتين، لأنه فعلا فعلا كتير طيبة، أنا جربتها، أولادي حبوها، والمشكلة هي أنه ما عم بعد بدنا. شكلها بشهي أصلاً. مزبوط مزبوط. نحن لهون منكون وصلنا لختام فقرتنا بكوفي بريك، رح أترك ماري تختم على طريقتها ومن بعدها برجع أنا بختم. شكراً كارين، أنا استمتعت كتير اليوم بهالحلقة هيك، وإن شاء الله نكون كمان فدنا العالم هيك بمعلومات هيك كمان حلوة وخفيفة، وعلى امل كمان اللقاء القريب كمان جاية. اكيد ان شاء الله. اكيد انا كمان انبسطت ان التقيت فيك ماري، ان شاء الله يا رب هيك بنلتقى بمرات اكثر واكثر. نحن خلصت حلقتنا لليوم، ما تنسوا تتابعونا على مريم تي في وعلى مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ويوتيوب، ومن هون لوقتها بنرجع بنلتقى بالف خير، الله معكم.
الأسماء.